المرة الأولى في تاريخها استضافت مدينة لودر بمحافظة أبين المعسكر التدريبي الأولي للمنتخب الوطني للناشئين الذي يستعد لخوض منافسات بطولة غرب آسيا للناشئين بسلطنة عمان في 10 ديسمبر المقبل بقيادة المدرب الوطني سامر فضل. أشكر كل القائمين على إنجاح هذا المعسكر، حقيقة كان معسكر مميز، أخذنا فيه يعني كل شيء إيجابي احنا كنا نتمناه، وبالتأكيد احنا حقيقة ما شاهدناه هنا في لودر أولا من ترحيب وسعة صدر للجميع، ابتسامة دائما في الشارع وفي كل مكان، الكل دائما يعني أهل الكرم والضيافة هنا حقيقة في مديرية لودر. طبعا هذا الشيء أيضا تكلل في أن هناك البنية التحتية التي تساعد على إقامة أي معسكر لأي منتخب، ممكن يستضيف مديرية لودر ممكن تستضيف أي معسكر في قادم البطولات أيضا، لأن هناك كل العوامل التي تساعد على إنجاح المعسكر والخروج بصورة إيجابية. على مدى 3 أيام وبمقدار 5 وحدات تدريبية صباحية ومسائية، تنافس فيها أكثر من 50 لاعبا في إظهار مواهبهم أمام أنظار الجهاز الفني من أجل الوقوف على القائمة النهائية التي ستنضم إلى المعسكر الأخير وتمثل المنتخب في الاستحقاقات القادمة. طبعا المعسكر تخلله تمارين مسائية وصباحية أيضا، كان هناك دمج ما بين الجانب الفني والجانب البدني نوعا ما، لأن الفترة قصيرة جدا وأغلب اللاعبين ممكن يكونون معنا أيضا في البطولة. كانت المنافسة قوية وشكرا لمن استضاف نحن في لودر، والله كان تمرين جيد وشاق، ونشكر الكابتن سامر على استضافته لنا وعمل لنا معسكر، ونشكر كل من تعب في البداية. أما من ناحية اللاعبين، والله لاعبين ممتازين جيدين جدا، إن شاء الله يمكن اختيارنا من التشكيلة بإذن الله نكون من ضمن القائمة الأخيرة لكشف المنتخب ونمثل الوطن الحبيب، وبإذن الله توفيق للجميع. استضافة أبين لهذا الحدث الاستثنائي سيسهم في تطبيع الحياة العامة وإعادة رياضاتها إلى الواجهة مجددا بعد أن نالها النصيب الأكبر من المعاناة منذ أكثر من 10 سنوات، حيث أدت الحروب المتتابعة إلى تدمير الكثير من المنشآت الرياضية وخروجها عن العمل. محمد مهيم، قناة بلقيس، أبين.